لقاء مع بيرسي تاو، نقدر نسمع بيرسي تاو ورأيه في المباراة ونرجع نعقب. Look, I think I expect a team that is that wants to win, and a team that also wants to get to the final, and a difficult opponent. But anyway, we are also prepared, and we want to do better. We are also prepared for them. Yeah, it's just one of those games where I'm playing with a lot of familiar faces, and then yeah, the coach that I work with also. But anyway, I'm also looking forward to the game. نلعب ماتش بكره مع فعلا ناس كتير اعرفها، وجود وجوه مالوفه كتير بالنسبه لي هبقى شايفها بكره، بالذات المدرب انا اشتغلت معاه قبل كده، لكن كل ده بالنسبه لي ورا ظهري. اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا نعمل ماتش كويس بكره، ان احنا نكسب بكره ان شاء الله. Yeah, look, that's also a big difference to show that we are a team that is willing to take the knock but also keep on going. And the only thing that matters to us right now, which is totally different from the last one, is we are in the semi final. And then we want to go to the final. Last time we were in the group, so now we are in the semi-final, and we want to do everything to get to the final and win it. المواجهة مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت، الظروف مختلفة تماما عن المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت احنا كنا بنلعب في طبعا الفارق الأكبر ان احنا جايين واحنا واخدين كل البطولات زي ما حضرتك قلت، لكن الفارق الأكبر كمان الماتش اللي فات كان في دوري مجموعات، بتبقى الظروف مختلفة عن ان انت ماتش قبل نهائي، الدوافع بتبقى مختلفة والأهداف مختلفة تماما. هبدأ من حيث انتهى بيرسي تاو، هي دي القصة. المقارنة مع المباراة في الموسم الماضي مختلفة تماما. انت كنت بتلعب في دور المجموعات، فممكن وانت بتستقبل هدف انت بتضغط عشان تحقق التعادل وحصل وتعادلت، وانت بتستقبل هدف واثنين لما وصلت ثلاثة بتضغط وبتحاول ان انت ترجع في المباراة وحصل، وبيرسي تاو قدر يسجل الهدف الثاني. في مباراة النوك اوت انت هنا هتلعب على ان انت تحقق نتيجة ايجابية بالتأكيد، لكن مش هتندافع، ما ينفعش تندافع، لان لا قدر الله حتى لو استقبلت هدف انت لازم تحافظ على الريتم بتاعك وتحافظ على طريقه التحولات اللي انت ممكن تلعب بيها. قدرت تتعادل ده هيبقى شيء ايجابي جدا، لكن على الاقل ما تستقبلش اهداف اخرى. فالوضع مختلف تماما في مباراه النوك اوت. لكن عجبني بيرسي تاو، وانا اتمنى بيرسي تاو تحديدا يكون في حالته، اتمنى طبعا كل اللاعبين يكونوا في حالتهم، لكن بيرسي تاو لعب مباراه كبيره جدا امام فريق صن داونز الموسم الماضي وسجل هدف، وكان الحقيقه مش عايز اقول نجم المباراه، كان النجم الابرز في المباراه. يعني بعض اللاعبين او معظم اللاعبين كانوا بره اليوم بتاعهم، يعني دي اوف، الا بيرسي تاو، وبالتالي انا محتاج استغل ده عند بيرسي تاو. وخاصه ان انا عاجبني كمان ان بيرسي تاو من الشخصيات اللي هي لا تتاثر بالجماهير، وانتم عارفين الوضع اللي حاصل في جنوب افريقيا لما اعتذر بسبب مرض ابنه عن منتخب جنوب افريقيا، كل ده ممكن يخلق عليه نوع من انواع الضغط. ان شاء الله بيرسي تاو يكون قادر على قياده لاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله تكون كل اللاعبين في يومها ونقدر نطلع بنتيجه ايجابيه، ان لم يكن الفوز باذن الله على الأقل ترجع بتعادل إيجابي يسهل عليك مشوارك في البطولة وتصل بإذن الله للمباراة النهائية. أعتقد يا فارس يعني كلام بيرسي تاو كان مهم جدا إن يتعمل معاه لقاء، لأنه أحد أبرز من وجهة نظرنا كمان نجوم القارة، راجل في آخر بطولة دوري أبطال أفريقيا مساهم في 10 أهداف، وده ما حصلش من أعتقد مساهمات أبو تريكة في 2006 تقريبا. وعشان كده بيرسي تاو يا جماعة أنا يمكن شفت بعض الآراء اللي بتتكلم عن فكرة أصل البدء ببيرسي تاو، أصل ممكن تكون مناورة. أنا عن نفسي بالنسبة لي بيرسي تاو من أهم اللعيبة اللي لازم تبدأ المباراة، لأن أولا على الجانب النفسي لاعب زي ما قلنا في مباراة الخسارة بخماسية كان هو أفضل لاعب عندك، كان لاعب دايما 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 وهو بيروح بيصنع الفارق. وكمان مهم يا جماعة نعرف أن بيرسي تاو بينظر ليه في جنوب أفريقيا وكأنه يعني ميسي بالنسبة لهم، بمقارنة بلاعبي جنوب أفريقيا هو نجم المنتخب الأول وهو النجم الشباك الأول في جنوب أفريقيا. فبيرسي تاو هو لاعب مهم جدا جدا جدا، أنه حتى على المستوى النفسي وحتى على مستوى الخبرات وعلى مستوى معرفته في فريق صن داونز. فطبيعي يا جماعة أنا لو بفكر في لاعب، يعني لأن أنا استغربت جدا الرأي ده، بفكر في لاعب عنده فكرة اللعب الساعة 3، عنده فكرة اللعب على الملعب ده، عنده فكرة اللعب قدام الجماهير ده، عنده فكرة التأثير حتى العمل اللي شفناه قدام صن داونز، عنده فكرة الأفضلية النفسية ازاي الناس في جنوب افريقيا وازاي حتى زملائه شايفينه. هشوف ان بيرسي تاو يكون اهم لاعب انا مفترض رقم واحد اقول ان هو في تشكيل النادي الاهلي. فعشان كده بيرسي تاو كان كلامهم جدا مهم. وربما يا جماعة في مفارقة، يعني في امور سلبية لازم برضو زي ما كنا بنقول تطلع منها بشيء ايجابي. ما هو الانسان اللي بيبص نص الكوبايه الفاضيه ده هيفضل عنده مشكله طول الوقت.
مباراة سيمبا فعلا في مشاكل كتيرة جدا، ولكن في إيجابياتين. أنا بشوف إن النادي الأهلي هو عدو نفسه الأول فنيا، يعني اللعيبة في اللحظات اللي كان عندها ثقة عالية ونظرة فيها ثقة بالنفس أكتر من اللازم تصل إلى حد الغرور، هي دي اللحظات اللي فقدنا فيها مباريات أو بطولات زي بطولة السوبر أمام اتحاد العاصمة أو مباراة سيمبا. أنا كنت في المباراتين دول حاسس إن اللعيبة شايفة نفسها أفضل، مستسهلة الأمور نسبيا، فكانت بتتعاقب كرويا. فأنا شايف إن ربما شيء حسن جدا 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 إن القرصة دي بالبلدي كده ما تجيش في ماتش سان داونز، وإن ما تكسبش سيمبا رايح جاي. هو أكيد طبعا الأفضل إنك تعمل كده، ولكن أنا بتكلم فيه برضه جزء إيجابي، إن أنت كنت تكسب هيفي سكور رايح جاي فتيجي تروح قدام سان داونز حاسس نفسك أنت يعني ما فيش حاجة فارقة معاك، أنت السنة دي غير، أنت وصلت لحتة تانية خالص غير اللي كنت بتلاقي. لا، أنت دلوقتي باصص بتواضع، باين في كلام كولر، باين في كلام اللعيبة.